نتائج مستخلصة من استطلاع أصداء بيرسون مارستلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي. بعد 5 سنوات من النضال لنيل الحرية السياسية خلال فترة الربيع العربي، يولي معظم الشباب العربي اليوم أهمية أكبر للاستقرار على حساب تحقيق الديمقراطية. تراجع مستوى الدعم من أغلبية ساحقة بلغت 72% في 2012 إلى 36% اليوم. يولي معظم الشباب العربي اليوم أهمية أكبر للاستقرار على حساب تحقيق الديمقراطية، في حين يبدي الشباب في المشرق العربي واليمن انقساماً في الرأي حول هذه النقطة.